وصفة اليوم أقمع بالجبن، الطعم لذيذ جدا. استخدمت الجبن الكرمي اللذيذة من البقرات الثلاث. عجنت العجينة في العجانة، بعد ما خمرت وانتفشت نفردها ونقطعها ونلفها، ندهنها بصفار البيض والحليب ونرش عليها السمسم، ندخلها الفرن. نبدأ نجهز الحشوة بجبنة فيتا الكريمية اللذيذة والطرية سهلة الفك، طلعت معي بسهولة. نقطعها لمكعبات، ناخذ فلفل بارد ملون وشبت ونعناع، نقطعها مربعات صغيرة وزيت زيتون ونقلبها. بعد ما طلعنا الأقمع من الفرن نبدأ نحشيها بالحشوة اللي عملناها، واستمتعوا بالطعم اللذيذ.